مع الدكتور يحيى. حياك الله يا دكتور يحيى، عندنا كذا سؤال راح نسألك فيها. ايش اكثر الامراض اللي تعرض لها الحلال في سوق الطائف المركزي اللي هو سوق الغنم؟ مرحبا بك ابو مها، حياك الله وهيا متابعينك الكرام. مرحبا بك. في سوق الغنم عندنا امراض كثيره، في امراض فيروسيه وامراض بكتيريه. امراض الفيروسيه منها هم الولاعيه، البعض يسمونها ابو ركب، ومرض الطاعون المجترات الصغيرة، وعندنا مرض الجدري. وأمراض بكتيرية عندنا أمراض إسحالات المعوية، وعندنا مرض الدموي، ومرض أبو رمح والتهاب الرئوي. الأمراض الفيروسية نحن عندنا تطعيمات للأمراض الفيروسية مثل أبو ركب ومرض الطاعون ومرض الجدري. وإضافة لذلك عندنا فيتامين سي اسمه بيتا بيت سي بلس، عبارة عن فيتامين سي تركيز عالي مع أحماض أمينية بيتاين هيدروكولرايد ومع كرانيتين، يعمل على رفع المناعة وتحسين الحالة الصحية العامة، ويزيد النمو في الحيوان ويخفض درجات الحرارة في الجسم، بالتالي الصحة الصحية العامة للحيوان يكون في حالة جيدة وفي حالة ممتازة إن شاء الله. عندنا نوعين من الفيتامين، فيتامين سي تركيز عالي، فيتامين نقي ويور 100%، جرعته فنجان الأربع سكوب لمدة 5 أيام في الموية. وعندنا فيتامين ثاني اسمه بيتا بيت سي بلس، تركيبته فيتامين سي ومعه أحماض أمينية كارناتين ومعه بيتاين، وهذا يخفض الحرارة ويرفع المناعة ويحسن الشعر ويزيد النمو وينشط. الآن يا دكتور اللي فهمت منك، هذا فيتامين سي بيور 100%، هذا فيتامين سي مضاف معه أحماض أمينية اللي هو الأزرق. نعم أي نعم، هذا فيتامين سي 100% تركيز عالي، الجرعة بيالة على 4 سكوب لمدة 5 أيام. وهذا الشكل الثاني اسمه بيتا بيت سي بلس، عبارة عن فيتامين سي مع أحماض أمينية وخافض حرارة، يعمل على تحسين الشعر ويرفع المناعة ويزيد النمو ويحسن وينشط الحلال بصورة طبيعية. أغلب الحلال اللي هنا في السوق معرض للذبح، عشان كذا أنتم تحاولون تستخدمون شيء يوقف الإسهالات بدون فترة تحريم. أيوة. تستخدمون مثلا منتجات طبيعية زي إيش يا دكتور؟ منتجات اسمه بوديار، هذا عبارة عن مستخلص طبيعي من النباتات الطبيعية، ما فيه وتر تحريم وتركيزه عالي. هذا لما نستخدم يقوم يعمل إيقاف الإسحالات وينظف المعدة من الميكروبات إن كان فيروسية بكتيرية، ويعمل على قبض المعدة ويوقف الإسحالات ويمنع الجفاف. وفترة التحريم زيرو، ما في فترة تحريم. يعني بإمكان اللي يبغى يذبح يستخدمه ويذبح، أو يستخدمه ويبيع. نعم ممتاز. عندنا منتجين، منتج أبوة لتر، هذا نستخدم إذا كان الغنم كميات كبيرة، إما في حالات الفردية وبحمة صغيرة فيها ضغات 250 ملي لبحمة صغيرة نقوم نأتيها 3 ضغات أو ضغطتين حسب العمر، يوقف لمدة 3 أيام، يعمل إيقاف الإسهال مباشر ويمنع الجفاف ويحسن الحالة الصحية العامة. لحالات الفردية للطليان والغنم نستخدم هذا المنتج 20 سنت في الفم لمدة 3 أيام، يعمل إيقاف الإسهال مباشرة. السائل هذا يستخدم في الحالات مثلا تغيير الضرمة، حالات النقل إذا حصل إسهالات. نعم. أو شيء كينون آل، هذا يستخدم في حالات المتقدمة، حالات الطاعون. نعم، وإسحالات الدوية يعني نستخدم هذا، ما هذا سوى بدينا نتائج ممتازة، الكينونال ما بيديار أيوة الإسحالات يعني بعد الشفاء من حالات الطاعون يحصل أعراض جانبية. نعم. الأعراض الجانبية ممكن يجيك انطباق، ممكن يجيك أمور زي هذه، اللي هي هذه العلاجين هي اللي تعالجها صحيح؟ نعم العلاجين اللي هو منشط كبد، أيوة هيبارين اسمه، اللي هو هيبارين. هيبارين الثاني وشو؟ بيتال بلس، هو تركيبة عبارة عن فيتامينات تراكيز عالية ومعه زيوت طبيعية، هذا يحسن الحضم ويفتح الشهية
وحيوانات طريقة صحتها زي ما كانت. حبيب البهام البول يسمونه حبيب البهام هو الشركة ممتازة جدا. هذا اسمه ما تعرف عليه حبيب البهام. أي حبيب البهام نعم. نستخدم 2 سنتي في الفم و 1 سنتي تحت الجلد أو في اللحم نقولنا فيه. هذا جرعة إسحالات البهام يكون معاه جفاف. في حالات الجفاف عندنا منتج اسمه ألوغا بالانس. ألوغا بالانس هذا عبارة عن أملاح معدنية وسكريات. هذا يعود الجسم عن الجفاف. البهام بيكون يستعيد صحته ويرجع نشاطه الطبيعي. وبعض الأحيان الأطفال الصغير بحصل تجبن الحليب في البطن نسبة كثرة الرضاعة أو خلل في جهاز الهضمي نقوم ندي منتج فيتال بلس الجبين ذكرناه 2 سنتي في البام له 2 سنتي في الفم 2 سنتي يعمل منع التجبن وفاة الشهية في نفس الوقت. وفي بعض الأحيان الأطفال الصغيرة بكون ما رضع بصورة كافية حليب الأم الليبة هذا يعتبر معود للليبة يدي 2 سنتي يديها مناعة كويسة ويديها شهية طبيعية وترضى كويس ويساعد في